غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي وهداك. ما تنساوش معايا يطلع لكم فيديو ديال اختكم رجوه، خلوا ليا بزاف 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 ديال لايك الا بغيتو بيان سيغ. هكا كنفرح باش ما نغبرش عليكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه اشترك. ان شاء الله غادي ندير محتوى جديد وغادي نرجع للتجارب الاجتماعيه لانكم توحشتوهم بزاف. قولوا ليا في لي كومونتير واقترحوا ليا تجارب اجتماعيه اللي يكونوا بوم ما عمر شي واحد دارهم. ما عندناش اخواتاتي اليوم ان شاء الله غادي نصور لكم فلوغ فيه بزاف 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 ديال الحوايج. دابا انا رجعت للدار، ما غادي نصور لكم كلشي شنو درت في النهار الاخر. المهم غادي تشوفوا الفلوغ، ما تنساوش تخليو ليا لايك حيت كنفرح. لايك 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 احمق عليكم. قولي في لي كومونتير واش توحشتوني ولا لا، كنت مشغوله غير مع الحوايج، طويت الماريو وبزاف الحوايج. الا بغيت ندير لكم جوله في الاكسسوارات ديالي، جوله في مكياج، اي حاجه قولوها لي في لي كومونتير، واي فيديو قولوها لي في لي كومونتير. كنموت عليكم. ان شاء الله غادي ندير لكم كما قلت لكم شحال هادي، غادي ندير لكم نجرب لكم البيمواس ديال 5 دراهم، نجرب لكم شيبسات ديال 5 دراهم. راني ديجا كنت قلتها لكم شحال هادي ونسيت، وان شاء الله غادي نديرها لكم وصافي. يلاه نبداو الفيديو. سمحوا لي كثرت عليكم الهضره، شوفوني شديده البنات. قبل ما نخرج ندور انا وخواتاتي قلنا غادي نتغداو هكا في الدار. اختي دارت الملوخيه، سمحوا لي يا جماعه ساج ما عرفتش سمعتوا ولا لا، انا ما عنديش معها بزاف، تيعجبني غير ديك لاصوص ديالها وصافي. جيت هنايا كنقلي في البطاطا وشنو اخر صافي، والطون عندنا كنا مفاش فينا البحر ما فيناش، وغادي نجيبو موناطا وشويه ديال العنب وناكلو. ماشي كل نهار الواحد يبقى ياكل جوج نقا، ماشي على الفلوس البنات. المهم بيان سور يعني كاسد في السفر لان كنخلص لي كرو بزاف ديال الحوايج، وعاد الماكله ديال الدار ماشي هي ديال الزنقه باش نكون واضحين. واحد المتتبعه قالت لي انا كنمشي زعما نسافر و زعما ما كناكلش ما كنشربش ما كندير حتى شي حاجه. بغيت نقول لك راه كل واحد كيمشي على قدر المستطاع ديالو. الا جيت انا ناكل في الزنقه راه ما تبقى لي حتى ريال، وانا مازال تابع عندي بزاف ديال بزاف الحياه باقي تابع عندي من هنا لقدام. راكم عارفين بلا ما نبقى نعاود لكم ما نقدرش انا نسوي. يلاه كنتكافى مع الكرام مع ناكل مره مره وصافي، وكل واحد كيمشي على قدر المستطاع ديالو. البنات اختي دارت لينا الملوخيه، ها انتم عرفتوا الفريت الابيض ديال القلي فن. انا ضروري كنعزل بوحدي حتى حماق على البطاطس، ناخذ لهم بزاف حتى انا اللي قليتها وصافي. كريم صات البنات كانوا بقاو شويه الثلاجه عندو كتبرد بزاف، شويه خسرو وشرينا العنب بركه متقرقيب، والطون كان بقى لينا مينيده والخبز ديال الدار وصافي. حقاً في الجنه هذا هو غدانا البنات، وهذا نهار اخر غادي نمشي غادي نضرب دويره على موصلو ديال خواتاتي. هانتوما نوريكم شنو العرسه شوره خصنا دايره، وهاد اللعيبة خديتها من ديفاكتو وصافي. هدا مكان كنبان مجيرة مع قبل مع الأداء تنبان مجيرة وصافي. البنات دابا غادي نديكم معايا نمشي ناخد واحد الصخرة باش نمشي نتلاقى مع خواتاتي. صراحة والله ما كنسخاو بالشمال والله واعر بزاف. البنات مشيت عند واحد المحل كنت باغا ناخد بابا تيشيرتات اللي عندهم الكول، حيتاش البارح كنت شفتهم عندهم ملي مشيت لقيتهم فيهم الزواق. بابا ما كيبغيش الزواق، دابا ماشي شي زواق عادي كتابه ولا هادي، لا كاين البريو. بابا امبوسيبل باش داكشي بحال هكاك، تنقول نجيبو لي شي تيشيرتات تيقول لك واش ما كاينش واسعين كوم طوال، كتقول ماما داكشي كتقلب عليه خاصك شريك يوصلو لك داكشي وحدك. صافي وخديت ليه بيجامه واعر ب 70 درهم بقي ناس فيها ناس فيها. انا فين ما كتبان ليا ميلفي كناخذها كنحماق على ميلفي. شكون اللي بحالي تقولها لي في لي كومونتير قول لي فين جاوني نضاضر. دخلنا عندهم 5 درهم صراحه، عندهم مالي 5 درهم زوينين تما، عندهم بحال دوك اللي كيكونوا عندنا في المسيره كبار وعندهم كلشي. صاحبتي دزت عند مالي 5 دراهم، خدات اختي هاد البالكوني صراحه ما زويناش بزاف، كانت وحده اللي مغلفه بالشوكولاط ما عقلتش عليها، كانت جاتني شحال هادي في واحد الكوليه من عند صاحبتي سعاد. المهم خدينا شي تخربيق وداكشي. هاد العام ما كانش داكشي زوين، عرفتوا العام اللي جينا قبل ما يكون هادشي ديال كورونا، وكان داك الشوكولاط كان بزاف الحوايج ديال برا. هاد العام ما كاينش لو شوا بزاف، صافي اكثر هي مدايرين داكشي ديال 5 درهم العادي اللي كاين في جميع المحلات وصافي. دزنا لهاد المحلات اللي كيكونوا دايرين الحريره والشوا، راجعين في واحد الشارع من مورا ساحه المسجد، غتكونوا عارفين عرفتوا الحريره بنينه ب 5 درهم، والله الا تعشي غير ب 100 ريال، ما تشري اختي لا شوا لا والو غير ب 100 ريال، وشري واحد 100 ريال ديال التمر وانت فيك مع راساتك. فغيمون الحريره بنينه بزاف بزاف وعجباتني، والقطبان هما هادوك مبغيتش ناخذ بزاف حيت صافي هما هادوك شبعت اختي ما كانتش باغا غير ضاقت معايا، واللي شهيت هي البنات حقها في الجنه. البنات الحمد لله تعشينا. بالنسبه لشي يمكن البنات ديك الحريره وهذا واحد الشارع ما عرفتش شنو سميتو والله ما عرفت. المهم ما عرفتش كيفاش نعت لكم، مي معروف انه كيدير الحريره وكيدير الشوا معروف في واحد الشارع، الناس ديال الشمال غادي يعرفوا صراحه عنده الحريره بنينه وحتى الشوا.
حريره 5 دراهم، والشوا دوك 3 قطبان 15 درهم. شاهدين عندي واحد اختي كتموت على مالين 5 درهم، انا كنموت عليهم ولكن هي تموت عليهم كثر خير، وسمحت فيا سمحت فيا وزادت، سمحتي 160 صارت تيبان لهم 5 دراهم يسد، ما عقلتش عليا قسما بالله. يا شنو غيكون البنات فيها؟ تعيط لي تقول لي زيد واحد مول المحل 5 دراهم كبير، وحنا راه عندنا وضع في القنيطره واخا كل ما معرض هو في العجائب والغرائب. القرايات كنت عطاتهم لي السيده، كل ما عرض كتلقاي فيه العجائب والغرائب. ولكن هذه زوينه الصراحه والله، بقيت كنتسناها عرفت كيدير ما تعصبتش. البنات البنات قالت لي هذه ما تاخذيها، شنو رايكم فيها؟ قال لهم بعد الماركه زوينه ويلي فوزيه روحي ضرب في السناكات وداكشي. فوختي لبيت عاوتاني هانتوما دوري شويه. اوه ما شاء الله مانكا لاباس عليك بخير؟ لاباس الحمد لله الله يحفظك الله يعاونك امين احبيبتي. شنو هي البنات شوفوا شوفوا المغرفة دوك الرخاص اللي كيكونوا في السواق ديال الكران، شوفوا شحال فنين عرفتوا عنده كلشي. خصها تشد يدير ميدري بنادم ما يسيق به دارو اللي بغا يقتصد والله. نشوف بركة وبركة في غتهزيها من هنا وتهزها. شنقول لكم حنا حماق اخواتاتي، كتعجبها كتفكر في السوق معرفتش علاش كتعجبها. هانتوما السبرديلة السروال، هانتوما اختي السروال تشاين الساك تشاين السبرديلة اير فورس. اوه شوفي اختي جيتي غزال قالت لي عاودي صوريني. هانتوما اختي صافي دابا صورتك ما شاء الله. هانتوما البنات كاع مالي 5 دراهم كتلقاو عندهم هادشي ديال المكياج غير اللي ما بغاتش. شتو وينو الاشكال يا البنات هانتوما شتو هاد الفيشيوار، ولكن هادو قدام باينة وينو الكرة البنات شتو باير كلشي كلشي كاين. صافي وهذا صباح واحد اخر، الصباح اللي غادي نرجعوا في حالتنا راكم عارفين الفطور وليتو حافظينو. هذا هو الفطور اللي كيشد لك الجوع، صراحه كنا بغينا نمشيو نفطروا داك الفطور الشمالي مي خواتاتي تينوضوا حتى تعصبوني ولا نوض نصايب الفطور وصافي نايت نايت. البنات دابا مود غوتو غنرجعوا في حالنا ان شاء الله باذن الله. يا ربي لقاو شي كارت زوين والله، حيت هذاك اللي عيطنا اللي جينا فيه مراسله الاطلس قال لنا راه خاسر الصبر لقاو تصايب ونمشيو معاك لي ماشي زوين كيكونوا الفطور وتيدير الموسيقى وكلشي. حباتي مع وقفنا مع لقينا طاكسي باش نعطيكم معلومه، هانتوما الا كنتو في مارسيلو بغيتو تمشيو المحطه راه ب 10 دراهم ما يزيدش عليكم كثر. داك المره ملي كنا جايين واحد قال لنا ب 240، واحد قال لنا ب 15 درهم، وشحال يا البنات وحنا كنتعاقروا معاه في الاخر عطينا 12 درهم حيتاش قلبنا يعني في المحطه قال لنا هضر شويه قال لنا لا انا ما قلتلكمش ديك الهضره. وشوفوا يا البنات لاحظت واحد الملاحظه، الطاكسيات فيهم شويه ديال الدغل، كاين اللي تيمشي بالروسيطه كينبو ضميرو وكاين اللي كيشوفك براني كيزيد عليك. مي البنات سولوا على راسكم، ما عمرنا زعما لقينا هذا المشكل هاد العام يا البنات. شي وحدين صعروا صافي تيسحب لهم بنادم راهما عليهم الازمه، حنا ما عليناش الازمه. سولوا على راسكم وسولوا بزاف ديال الطاكسيات راهم تينصبوا على بنادم تيشوفك محتاج كيزيد عليك 3 دراهم. بحال دابا ملي كنا جايين من تطوان ديك المره واحد قال لنا نديكم 15 درهم، يلاه يا البنات وشوفوا الحماق كي داير رجعكم 15 وصافي. واحد قال لنا لا راه بالليل كتولي غير 8 دراهم، لا والطريق عامره وداكشي اي حنا نقدروا الظروف، مي زيد 2 دراهم 3 ماشي تزيد بزاف لان حتى الانسان راه مضرور ماشي غير موالين الطاكسيات اللي مضرورين. كنا في النسام تبغوا بحال المراسله تو كليماتيزان تو صافي غادي نمشيو قطعنا 120. حباتي لحظه الحقيقه دابا غادي نرجعوا للقنيطره، صراحه ديما كيدرني خاطري فاش كنكون في الشمال ما كنسخاش نهائيا، كنحمق على الشمال. كنت جيت اول مره عجبني بزاف غير ما كنحمق عليه، شكرا الناس اللي تلاقيت ناس ظريفين كلشي كلشي كلشي، وكنحمق على بنات مدينتي وكنحمق على جميع المدن من ما كنتو، الجزائريين اللي عايشين برا اللي عايشين في الامارات الله يسهل على الجميع يا ربي. ودابا غادي نرجع لمدينتي لاني توحشت بيتي توحشت ماما توحشت بابا توحشت مكتب الدار. لقينا ماما مسكينه مجدادينا تبارك الله الغديوه كتحمق كلينا مع راساتنا ورتاحينا وتكينا ونعسنا ودرنا كلشي. البنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم. سمحوا لي ما دايرش الرانكراي جايه حدا السرجم، كنتمنى ان الفلوق يكون عجبكم وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندير لكم المشتريات اللي خدينا من الشمال ديالي وديال خواتاتي وكلشي. وكما قلت لكم البنات قولوا لي شي تجارب اجتماعيه كونوا واعرين وان شاء الله.
ان شاء الله موجوده لكم جوج تجارب اجتماعيه اللي زوينين بزاف بزاف بزاف. ما بغيتش نقول الافكار وصافي، خليت تتفاجئوا بهم كحما قلت لكم. تلقاو ان شاء الله فيديو جاي.